السلام عليكم. برنامج أو تطبيق الناصح المالي أو المستشار المالي المعتمد على المنطق هو تطبيق يستخدم لنصح المستثمر في إمكانية الدخول إلى سوق البورصة أو حساب التوفير. الحقيقة هذا التطبيق هو مثال على كيفية استخراج البريديكيتس ومن ثم مغول من التطبيق. في هذا التطبيق توجد معايير رئيسية على ضوئها يتم اتخاذ القرار المناسب. المعيار الأول، إذا كان المستثمر لديه حساب توفير غير كافي فينصح، فالقرار المتخذ حقيقة أو النصح يكون بعدم الدخول إلى سوق البورصة بغض النظر عن الإنكام أو الدخل. المعيار الثاني، إذا كان المستثمر لديه حساب توفير كافي ودخل كافي فالقرار المتخذ هنا هو السماح له بالدخول بسوق البورصة. المعيار الثالث، إذا كان المستثمر لديه دخل قليل مع حساب توفير كافي فالقرار هنا هو تقسيم هذا الدخل بين حساب التوفير وبين الاستثمار في سوق البورصة. أنا ذكرت أن هذا التطبيق هو مثال على كيفية استخراج البريديكيتس أو والغول من ثم، ولذلك بإمكاننا هنا نستخرج مجموعة من البريديكيتس تعتمد على سيفينج أكاونت فيما لو كان أدكويت أو إن أدكويت، إذا كان كافي أو غير كافي، وأيضا على الإنكام أو الدخل إذا كان كافي أو غير كافي. فبالإمكان هنا استخراج 4 بريديكيت رئيسية. أولا Saving Account Adequate كافي. 2 عندما يكون Saving Account Inadequate غير كافي. 3 الإنكام عندما يكون Adequate كافي. و4 عندما يكون الإنكام أو الدخل Inadequate وغير كافي. هذا البريديكيتس من الممكن أنه بالإضافة إلى المعايير طبعا من الممكن أن تترجم إلى غولز التالية. الغول الأولى راح تكون بالشكل التالي: Saving Account Inadequate يقود إلى، أو القرار المتخذ راح يكون الانفستمنت أو الاستثمار راح يكون في حساب